guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة تعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ودرس جديد في تعلم اللغة الإنجليزية. إذا قبل أن نبدأ أعزائي بالدرس لا تنسوا الإشتراك في القناة ودعم باللايك ليصلكم جديد. إذا درسنا اليوم إن شاء الله هو درس مهم جدا خاصة في تشكيل جملة حتى ولو كانت بسيطة نحتاج إلى هذا الدرس. وهو حروف الجر في اللغة الإنجليزية ونقول لها باللغة الإنجليزية prepositions أي حروف الجر. اليوم أعزائي سندرس at, in, on, by. وكتبت الحرف الأول capital letter. لماذا؟ لأنه في بداية الجملة قلنا أننا نكتب الحرف الأول capital letter أي حرف كبير وكتابتها تكون بهذا الشكل. لكل منها عملها الخاص ومعناها الخاص سنراه الآن في الدرس. تابعوني. إذن أولا نبدأ بات. باللغة العربية نعني بها عند. نعلم أن حروف الجر في اللغة العربية قد تعني لنا أو تعبر لنا عن الأماكن وقد تعبر لنا عن الوقت مثلها في اللغة الإنجليزية. إذن at بالنسبة للوقت نستعملها دائما عند تحديد وقت بالضبط أي وقت محدد exactly. For example مثال I wake up at 7:30 a.m. إذا أستيقظ صباحا على الساعة 7:30. عندما قلت 7:30 أي حددت الوقت بالضبط لذلك استعملت at. دائما في قواعد اللغة الإنجليزية عند الساعات نستعمل at. لدي مثال آخر The party started at 8:00 p.m. إذا الاحتفال أو الحفلة بدأت على الساعة 8:00 مساء أي 8:00 مساء هو وقت مضبوط لذلك استعملت حرف الجر at. بالنسبة الآن للمثال الثالث I slept at midnight. أحدهم يقول قلت أن الساعات هي التي نحدد بها at. أيضا midnight معناها منتصف الليل. نمت منتصف الليل. ماذا معنى منتصف الليل؟ أي 12:00 صباحا. إذا حددت الوقت فقط بطريقة أخرى أو بكلمة هي midnight منتصف الليل. إذا استعمل at. وهنا نتبع المعنى I slept at midnight night أي نمت على أو نمت في منتصف الليل. بالنسبة للأماكن at تعبر لنا عن الأماكن العامة. ماذا نعني بذلك؟ For example I will meet my friend at school. إذا سوف ألتقي صديقتي عند المدرسة. عند بناية أو أماكن عامة نستعمل at. مثال آخر I will meet my friend at cinema. سينما هي بناية أيضا أو مكان عام. لسنا بالضرورة نفهم ماذا سيفعلون في دار السينما أو في هذه المدرسة أو نوع المدرسة إلى غير ذلك. المهم أنه مكان عام. إذا أقول أيضا I will meet my friend at home. سوف ألتقي صديقتي في المنزل أو عند المنزل. إذا باختصار at نستعملها لتحديد الوقت بالضبط وأيضا نستعملها عند التكلم عن أماكن عامة. الآن نذهب إلى on ونعني بها عامة باللغة العربية على. نستعملها في الوقت في ماذا؟ في الأيام والتواريخ. مثال My birthday is on Saturday. إذا حددت يوم تاريخ عيد ميلادي هو يوم السبت. إذا دائما مع الأيام عندما أحدد Saturday, Sunday, Friday, Monday كلها نستعمل معها on. لكن نستعملها أيضا في التاريخ. لدي مثال I will start my exam on November 16. إذا حددت تاريخ بداية امتحاناتي هو يوم 16 من شهر نوفمبر. لذلك لأنه تاريخ أستعمل on. هذا بالنسبة للوقت واستعمال on في الوقت. الآن نذهب إلى الأماكن. الأماكن دائما نعني بها فوق أو على. مثال My book is on the table. إذا كتابي هو على الطاولة. إذا حددت مكان الكتاب باستعمال on لأنه فوق الطاولة استعملت on. مثال آخر The ball falls on floor. إذا سقطت الكرة على الأرض. الأرض عبارة عن سطح لذلك استعملت on. باختصار شديد on تستعمل على السطوع إذا كان تعبيرها عن الأماكن. إذا كان بالنسبة للتوقيت نستعملها دائما مع الأيام والتواريخ. الآن preposition number 3 in ونعني به في اللغة العربية إما في أو داخل. أولا لنذهب كيف نعبر عنها في الوقت نستعملها مع الشهور months. مثال in July أقول في شهر جويليا. أقول في جويليا. مثال في January معناها في جانفي في مارش في أبريل etc. أي في كل الأشهر نستعمل in ونعني به الوقت. Seasons
نعني بها الفصول. نستعملها أيضا أو نستعمل in في الفصول. For example, in summer. In summer معناها في الصيف. أو نقول in autumn, in spring or in winter. كل الفصول نستعمل معها in. Years سنوات نقول in 2022 أي في عام 2022 أستعمل in. Decades ونعني به عقود. العقد هو 10 سنوات نقول in 1980 أي في العقد 1980. Centuries نعني به القرن ونعني به 100 سنة نقول in 1900 أي في العقد 19 أو في القرن 19. لدينا أيضا في فترات وهي الفترات الطويلة نقول long periods أي فترات طويلة. For example أتحدث عن الماضي ليس بالتحديد ولكن أقول in the past أي في الماضي. حدث أو شيء ما حدث لي في الماضي أقول in the past أو أقول in the future في المستقبل. لكن فقط ننتبه نستعمل in the past or in the future. وأخيرا نذهب إلى استعمال in the parts of the day في فترات اليوم. مثال in the morning عندما أتكلم عن الصباح حدث لي في الصباح أو التقيت بصديقاني في الصباح أقول in the morning أي في الصباح. لا أستعمل preposition آخر. in the afternoon في المساء نعني afternoon. نحن نعلم أن باللغة الإنجليزية afternoon أي بعد الزوال من الزوال حتى السادسة مساء. ثم in the evening أيضا في المساء أي في الفترة الليلية أي من السادسة إلى الثانية عشر ليلة. الآن نذهب إلى المعنى الثاني لإن والذي تعبر عن المكان. الآن بالنسبة لإن في التعبير عن الأمكنة هي عندما نتحدث عن عمق شيء ما. لدينا شيء لديه عمق بمعنى يصبح إن أي داخل ذلك الشيء. لنرى الأمثلة. I will revise my lesson in the house. إذا سأراجع درسي أي في المنزل وكأني أقول داخل المنزل لأنه ليس كالسابق قلنا at the house. بالنسبة لـ at the house معناها البناية أمام البناية لكن هنا داخل المنزل أي في عمق هذا المنزل. In this room في هذه الغرفة I have a lot of memories. في هذه الغرفة ماذا؟ لدي الكثير من الذكريات. إذن داخل هذه الغرفة إذن أتحدث عن كل ما يحيط بها أو عمق هذه الغرفة. I have other example. The ball falls in the basket. الكرة وقعت داخل السلة. هنا معناها بالضبط داخل وأيضا هنا معناها داخل هذه الغرفة. قلنا أن إن عندما تعبر لنا عن الأماكن معناها بالتقريب داخل ذلك الشيء. نذهب إلى by آخر preposition أو رابع preposition لهذا اليوم. لديها في الحقيقة ثلاث معاني أو بالأحرى أربع معاني. أولا المعنى الأول بجوار أو بجانب. المعنى الثاني بواسطة أو بي. المعنى الثالث وهو من طرف. لنبدأ أولا بمعنى بجوار أو بجانب أين نستعملها. مثال أنا أنتظر صديقة لي أنتظرها بجانب مبنى ما. تلك الكلمة بجانب في اللغة الإنجليزية نستعملها by. إذا أقول I am waiting by the hospital. أنا أنتظر بجانب المستشفى. أتكلم مع صديقتي أخبرها عن مكان جلوسي أو مكان انتظاري أقول by أي بجانب أو بجوار. أنا أنتظر بجوار المستشفى. الآن بالنسبة لي بواسطة. بواسطة هنا تذكرها أعزائي هي تستعمل في أغلب الأحيان للمواصلات. لدي المثال I will travel by my car. إذا أنا سوف أسافر لكن بواسطة ماذا؟ by my car بسيارتي. أو أستطيع أن أقول I will travel by the bus. سوف أسافر عن طريق الحافلة. كلها تعبر لنا عن المواصلات. الآن المعنى الثالث من طرف لنرى المثال The cup was broken by أحمد. إذا الكأس كسر من طرف أحمد. إذا نظرنا قليلا في المعنى للغة العربية سيخبرنا أحد الطلبة أنه المبني للمجهول. هذا صحيح. هذا هو المبني للمجهول بالنسبة للغة الإنجليزية. عندما نستعمل by كمعنى من طرف نحن الآن نتحدث عن المبني للمجهول. بالنسبة لهذا الدرس هو درس خاص يجب أن نخصص له حصة أو فيديو خاص به سنراه مستقبلا إن شاء الله. الآن أعزائي باختصار شديد بالنسبة لباي واستعمالها في الوقت. بالحقيقة باي استعمالها قليل في الوقت لأنها تعبر عن حوالي. مثال I will meet my friend by
for example the 12 o'clock. إذا سوف ألتقي بصديقتي حوالي 12 for example زوالا AM. إذا حوالي أنا لم أحدد الوقت بالضبط. عند تحديد الوقت بالضبط قلنا نستعمل at، لكن عندما نتحدث عن وقت لا أستطيع تحديده أو لا أستطيع أن أكون في ذلك المكان بالضبط في ذلك الوقت أستعمل by، أي معناها حوالي. هذا أيضا معنى رابع لها. الآن نذهب إلى تطبيق لنفهم. إذا نذهب الآن إلى كويز، تطبيق صغير نطبق فيه ما درسنا. Number one, the party will be Friday. لدينا Friday أي يوم الجمعة. قلنا الأيام ماذا نستعمل؟ on. My grandpa died September. September هي شهر. إذا أقول in September. Number three, my exam starts 8 o'clock. إذا امتحاني بدأ أو يبدأ على الساعة، أنا أتحدث عن امتحان، إذا سوف يبدأ بالضبط على الساعة الثانية، أقول at صباح. For أمين came the train. لدينا مواصلات train وهو القطار. إذا by، إذا أمين قادم بواسطة القطار. Number five, Joe will meet Ryan July 3rd. قلنا التاريخ ماذا نستعمل؟ نستعمل on، هو بالنسبة للكويز التطبيق. إن شاء الله يكون الدرس مفهوم. إذا كان هناك أي استفسار لا تنسوا أن تتركوا لي في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم اللايك لأستمر دائما في إعطاء الفيديوهات ودروس اللغة الإنجليزية. إلى اللقاء. Goodbye.